قصه القيد. الناس بتتكلم على القيد وده حقهم، ولكن التاويل او ان في كلام بيتقال انت بتترجمه غلط، او في مواقع تاخد الكلام بشكل خاطئ. صحيح نادي الزمالك تفاوض في الامر ده ومشي خطوات كبيره جدا في قصه فك ازمه القيد بالنسبه لنادي الزمالك، وتبقى الرتوش الاخيره اللي هو قربت ان شاء الله قربت، ولكن انت برضو في ناس بتاخد كلمه قربت دي يقول لك خلاص خلص القيد اتفك، طب عايزين ايه تاني؟ ايه اللي هنعمله؟ لا، مجلس الاداره هيعلن عن كل قصه وكل تحدي موجود امام مجلس الاداره دلوقتي، اي حاجه بتتحل بيقولها وبيعلن عنها بشكل زي ما شفنا في الفتره اللي فاتت. شفنا ان ازمه القيد دي كانت ازمه متشعبه، بتتكلم عن 14 طرف في قضيه متسببه في ايقاف القيد بالنسبه لنادي الزمالك. لما تحل 12 ملف في القصه دي فانت فاضل لك ملفين والموضوع كله مصرفي، حاجه كده ليها علاقه بالفلوس وبالقصه دي، لكن الاتفاق تم. ولكن انتهت الازمه تنتهي مع كل حاجه تنتهي. مع الرتوش الاخيره دي تنتهي هيتم الاعلان عن ده. ده شيء وامر مهم جدا. لما كان في لجنه بتدير نادي الزمالك وكانت فتره انتقاليه كنا بنقول ان الازمه بتاعت فك الحجز على ارصده نادي الزمالك في طريقها للحل. جه مجلس الاداره بعدها بفتره كمل الشغل اللي بداه استاذ احمد فؤاد الوطن، ليه كل التحيه والتقدير، كمل الشغل وانهى الموضوع. طلع اعلن ان نادي الزمالك اتفك الحجز على ارصدته، والموضوع ده كان حاجه غريبه جدا في فتره من الفترات. احنا دايما حتى في قناه الزمالك هنا، لان اي ازمه ما ينفعش تكون مؤسسه كبيره زي نادي الزمالك تكون الارصده بتاعتها فيها مشكله. لا، الناس حلت، تقدر بعد كده تشتغل على التحديات التانيه. عندنا تحدي تاني في لعيبه عقودها بتنتهي. اول هام في القصه احمد فتوح مضى بشروط نادي الزمالك لمده 3 سنين، قدرت تحافظ على واحد من ابناء نادي الزمالك، فده كان امر مهم جدا واتميته، ولسه في بعض اللاعبين كمان هيخلص معاهم القصه دي، فده امر مهم. فانت عندك مجلس اداره بيتعامل بشفافيه مع الامور. انا خلصت قصه القيد، هقوم قايل لك خلصت. طيب الناس مستعجله، وجمهور نادي الزمالك حقه حقه، لانه محروم من انه يشوف الفريق بتاعه مطعم بلعيبه جداد في بعض التدعيمات، حقه وحقه انه يستعجل. ولكن ما تاخدش اخبارك واخبار ناديك من اي موقع، خد الخبر من نادي الزمالك او من قناه نادي الزمالك، بنقول لك الخبر الصح. لكن في ناس بتتوقع، في ناس بتضرب شائعه وزي القنبله كده تضرب، وكل واحد ياخدها ينقلها وينشرها في موقع من المواقع، فتلاقي الناس كلها بتقول الخبر بطريقتها ويحطوا البهارات بتاعتهم على الخبر، وهي في البداية أو في أول الأمر هي شائعة، هو مش خبر. فبرضو الناس تفطن لده وتعي ده، لأن نادي الزمالك في كل الفترات هتلاقي نادي الزمالك ماشي كويس جدا، في شائعات على نادي الزمالك، ده في انقسام داخل غرفة مش عارف إيه، وتلاقي كلام بيدار حوالين نادي الزمالك، المستهدف نادي الزمالك. نادي الزمالك ماشي بشكل مثلا مش موفق. احنا بنتكلم في الحالة اللي نادي الزمالك في أحسن الفترات وبياخد بطولات، تلاقي الموضوع الشائعات ده موجود. طب ماشي بشكل مش موفق، تلاقي الشائعات موجودة. فاحنا اتعودنا إن في ناس بتتغذى على ده. أكل عيشهم الشائعات اللي بيطلعوها على نادي الزمالك. فبرضه حبينا ننوه عن القصه دي. زي ما اكد استاذ احمد سالم برضه في قصه محمد اشرف رؤى، وتواصلنا احنا مع رؤى خلال فريق الاعداد، وقال مفيش صحه لاي خبر اتقال ان هو رحل من نادي الزمالك للجونه، واكد انه
لم يتم اختاره بالرحيل كما تردد يعني في بعض المواقع، وهيتواجد مع نادي الزمالك في معسكر الامارات. راجل متواجد مع معسكر نادي الزمالك في الامارات، محمد اشرف روح، الى ان يجد جديد. اي جديد هيحصل هيتم الاعلان عنه. ده شيء مهم برضو حبينا نتكلم